هنا بقى ازاي ازود الماسل ماس، ازاي ازود حجم العضلات ديت بطريقه سهله جدا، سهله كلام يعني سهله جدا. اول حاجه الريزيستنس والبروتين انتيك، هما الحاجتين دول حصلوا خلاص انت عملت ريزيستنس. يعني ايه ريزيستنس؟ يعني حطيت ستريس على العضله، قلت للعضله ان في حاجه تقيله انا عايز اشيلها، انت مش قادره تشيليها، تعملي ايه؟ تزودي الحجم بتاعك. يبقى هقول يبقى انا كده نبهت العضله ان هي المفروض تزود الحجم بتاعها، تعمل ادابتيشن للتغير اللي حصل، اللي هو زياده الريزيستنس، زياده السترينث بتاع الايه التمرين، الانتنسيتي بتاعت التمرين. طب العضله اتنبهت وقالت انا هزود الحجم بتاعي، طب هي هتزود حجمها منين؟ من البروتين. يبقى لازم في بروتين انتاك، لازم يكون في بروتين انتاك. امتى تاخد البروتين؟ قبل بعد التمرين، بعد التمرين على طول ومعاك لمدة ساعة. يبقى من ساعة التمرين لغاية ساعة قدام، من بعد التمرين لمدة ساعة، يبقى في الوقت ده لازم تكون أخدت البروتين بتاعك. من بعد الساعة بقى، يعني يعدي الساعة دي، تبدأ بقى إيه لمدة الساعة التانية، يعني في الساعتين دول هما اللي تاكل فيهم. أول ساعة بروتين، تاني ساعة يكون الكربوهيدرات، ده اللي بيزود الماسل ماس، ده اللي بيلعب في الجيم. لازم يزود الريزيستنس بتاعته، يعني يزود الاثقال اللي بيشيلها كل مره، ويزود البروتين انتيك بتاعه. امتى ياخده؟ بعد الاكل على طول لمده ساعه قدام معاك فرصه. طبعا في كلام كتير ان هو الكالوري، يعني بيقول لك لا الكلام ده غلط، المفروض تاخد الكالوري بتاعتك مظبوطه، مش فارقه بعد التمرين ولا قبله ولا ماشي، بس لازم في حاجات بتاخد بالك منها، اللي هي بعد التمرين بيكون الانسولين سنسيتيفيتي عاليه، يعني عندك قدرة ان انت تدخل الجلوكوز وتدخل النيوتريانت بصفة عامة جوه الخلايا. كمان بيبقى الجي اي تي بتاعك، يعني الجهاز الهضمي، بيمتص احسن. ليه؟ لان الجسم في حالة استارفيشن، الجسم عمل تمارين كتير ومحتاج بقى التغذية، فالساعة دي امتصاص، والساعتين كمان امتصاص بتاع الجسم عالي بتاع الجهاز الهضمي. يبقى ماشي كالوري وايز لازم تدخل انتيك يكون كويس بالنسبة لطولك ولعمرك ووزنك، دي المعادلة بتاعت الايه الكالوري. انما امتى؟ يبقى بعد التمرين لمدة ساعة، وبعديها بتاخد الكربوهيدرات. ويتش طيب، وفي انواع للبروتين؟ في بروتين نباتي، بروتين حيواني، هل في فرق ما بينهم؟ طبعا البروتين الحيواني بيبقى محتوي على كل انواع الاحماض الامينية، احنا عندنا احماض امينيه الجسم بينتجها بيصنعها اصلا، بنسموها نون اسينشال. اما في حاجات لازم تاخدها من بره اسمها اسينشال، دول حوالي يعني مش لازم عشان بيختلفوا في العدد بتاعهم، من ناس بتقول كذا وناس كذا. المهم ايه افضل؟ طبعا البروتين الحيواني، ولكن ممكن تكمل معاه ببروتين نباتي، او تاخد البروتين النباتي تجمعه، بحيث مثلا زي الكشري في بروتين نباتي كتير من انواع مختلفة، الانواع المختلفة يبقى فيها احماض امينية مختلفة، يبقى في الاخر هيكملوا بعض. ازاي ازود الماسل ماس؟ يكون في ريزيستن وبروتين انتك كويس. البروتين الانتك دوت يعني كام بقى؟ انا ما اعرفش بروتين انتك كام. بص بروتين انتك يعني واحد ونص، واحد ونص جرام بروتين لكل كيلو، واحد ونص جرام بروتين لكل كيلو. بمعنى واحد عنده واحد 60 كيلو وعايز يزيد في الوزن عضل، ياخد كام جرام بروتين؟ ياخد 90. هي نسبة كبيرة جدا برضو، يعني واحد ونص، في ناس بتقول 1.2، ناس بتقول 1.6، في اللي بياخدوا استيرويد بيبقوا 2، بس احنا 1.5 دي المتوسط. يعني ياخد كام؟ ياخد 90 جرام. طبعا 90 جرام بروتين غير 90 جرام لحمة مثلا، لأن ال 90 جرام لحمة أو ال 100 جرام لحمة مفهومش 90 جرام بروتين، فيهم أقل بكتير.